السلام عليكم. النهاردة هنعمل سندوتش ميكس جبن فاخر من الآخر بلز جبن. قبل ما نعرف الوصفة ما تنسوش تودوني لايك وتشترك في القناة يلا بينا نعرف الوصفة. أول حاجة هنجيب الجبنة الموتزاريلا، تاني حاجة هنجيب الجبنة الرومي، آخر حاجة هنجيب العيش التورتيلا. يلا بينا نبدأ الوصفة. يلا بينا. أول حاجة هنطلع رغيف العيش التورتيلا، هنحطه مكانه، بعديها هنروح جايبين مايونيز وكاتشب، ونجيب أكيد معلقة عشان ندهن بيها. بعديها هنجيب الكاتشب ونحطه على الساندوتش اهو. اللي مش عاوز يحط كاتشب ما يحطش، واللي مش عاوز يحط الاثنين ما يحطش برضو. نجيب المايونيز نروح حاطينه مكانه، بعديها هنقلب المايونيز في الكاتشب. اول ما يوصل اللون ده يبقى الوصفة ماشية معانا تمام اهو. هنجيب منديل ونمسح المعلقة عشان مش تبقى على الترابيزة، بعديها هنروح جايبين الجبنة الموتزاريلا. قاعدة بس ايه السندوتش كده رش الجبنة الموتزاريلا. اهو بعديها هنجيب الجبنة الرومي، هنجيب شريحة اهي ونحطها، بعديها هنجيب الشريحة التانية من الجبنة الرومي ونحط الجبنة الرومي، وجبنا الجبنة الرومي اهي اهي اه. اخر حاجة بقى هنلف السندوتش اه. هنحط بطاطس قبل ما نلفه، بعدين هنجيب بطاطس قبل ما نقفل السندوتش، بعديها هنلف السندوتش اهو. بعديها بقى هنجيب خلة اهي ونثبت السندوتش بيها اهو. هنروح بقى ندخلها في الفرن ونيجي تاني. ده تاني اعظم اكتشاف بعد الانفجار العظيم، ده بتاعي انا. تعالوا بقى افرجكم عليه عامل ازاي من جوه. الله، شايفين عامل ازاي من جوه؟ نجيب بقى الصوص ده سندوتش عظمة. يا سلام،
بعديها بقى هنجيب البطاطس اللي اتبقت من الساندوتش اهو. هنجيب بقى الكاتشب والمايونيز، هنجيب معلقة، هنفتح علبة المايونيز ونحط حتة، هنجيب بقى الكاتشب، وبس كده ده خلص الساندوتش. ده شكل الساندوتش النهائي اهو. متنسوش محدش يبص على المصادر. ليه؟ عشان المصادر. انا سلمى، متنسوش ادونا لايك سبسكرايب، والمرة الجاية هرجع لكم بوصفة جديدة. باي.